بختكم يا بختكم يا بختكم، إن شاء الله أشوف الكويت هني، جيتي بعد مصر هني أشوف الكويت، يا رب يا رب. بختكم يا بخت بنات شباب، هذا الجهاز إنزين لازم يكون عند كل واحد فينا، والله العظيم بدون مبالغة. آخر مرة كنت بالسعودية ونسيت ما خذيته، تدرون إيش صار فيني؟ ضعت، التهبت لثتي، أسناني قامت تعورني، كنت أحتاج حيل. وأمس رحت الشالة وهمن ما خذيته معي، ضعت صصج ضعت. فحلفت والله ما أروح مكان ولا سفرة ولا أي شالة. إيش صار فيني؟ دورت بكل الصيدليات هناك ما لقيته، دورت بالإلكترونيات بالسعودية ما لقيته، صيدلية افتريت، انصدمت إنه مو موجود. تذكرين؟ والله رحنا الخبر، الدمام، كل مكان صص، دمام كل مكان صص، صج أدمنته. طبعا هذا الجهاز يصلح حق الحوامل، لأن الحوامل لثتهم تلتهب وتنزف، يصلح حق المدخنين، يصلح للي يحبون آكلين اللحوم، يحبون يأكلون اللحوم وايد والأكل يدش ما بين أسنانهم ويتقلقصون وما يقدر يطلع الأكل. هذا الشيء عجيب، راح أرويكم شلون بخته، والله قاعد أنصحكم من أعماق أعماق قلبي. انزين هذه بختها، شوفوا شلون نفس الجهاز اللي يكون بعيادات الاسنان. شوفوا شلون يوصل لهناك امبوي. البخه مالته قويه بحيث انه يتخلص من البغايا الاكل اللي موجوده بالاسنان. اللثه لما تنزف 100% يعالج امراض اللثه 100%. وين تلقونه؟ تلقونه بنون. طبعا في، شوفوا هني هذا جهاز كبير، اتوقع بخته اكبر، بس انا انصحكم بهذا الجهاز اللي ينشحن، عشان شنو؟ سهل ان انتم تشيلونه وتاخذونه معاكم بالسفره. ضروري ضروري ضروري. ونون مسوين خصم عليه 20%. روعه بنات، روعه شباب، شيء يعني اذا استخدمتوا ما راح تدونه. تنون وتكتبون في عملية البحث هذا الاسم وراح يطلع لكم الجهاز. تنون وتكتبون. توني يا أنا من الغانم، عشان شذي قلت لكم يا بختكم يا أهل الإمارات والسعودية بنون، لأن كل هالأجهزة هذه تقدرون تطلبونها وتطلبونها وأنتوا قاعدين في البيت. الحين على الظروف الحالية اللي إحنا قاعدين نمر فيها، لا تشوفون حالي مساعة وأنا رايحة أشتري هالجهاز. طبعا شريته لأن احنا راح نقعد بالبيت وايد، وراح نطبخ وايد، ونبي نسوي عصاير نرفع مناعتنا. فشريت الجهاز اللي يكون كامل متكامل، يسوي لك عصير، يسوي لك الاكل، الكيك، السلطة. وشريت هذا التوستر مال التوست عشان يعني في اكلات خفيفة ما خفيفة. فانتو أهل الإمارات والسعودية راح توصلكم هالأغراض وأنتوا قاعدين في البيت، ما له داعي تطلعون. اللهم بس تحملون أبليكيشن نون وتدشون هني على أغراض المطبخ، وراح يطلع لكم كل اللي شوفوا عندهم أشكال وألوان. هني يسوي السلطة، هني يسوي لك البيض وكريمة والحلويات، هني يقطع لك اللحوم، يسوي لك عصاير. في شوفي أنواع، هذه المرفقات اللي معه، هني العصاير، حتى البهارات يطحن لك إياها. شوفي في أكثر من نوع، في جهاز خاص بس حق العصاير، أنصحكم تاخذونه. دي ماكينة العصير تعصر لكم جميع أنواع الفاكهة وتسويها لكم عصير. مسوين عليها شوفوا خصم 46%، سعرها 159. الحين نحتاجها ضروري جد، العصائر الطبيعية ترفع المناعة، وفي جميع الأجهزة، وضروري تستخدمون كود الخصم عشان يخصم لكم أكثر. من الماركات المعروفة ماركة السيف، هذا خلاط قوته 1000 واط، مسوين عليه خصم 48%، تستخدمونها من كود الخصم راح يخصم لكم أكثر. شوفوا هني موجود جميع أنواع الخلاطات بأحجامها وأسعارها وكل شيء. أصحاب الدايت والرجيم، هذا الجهاز ينفعكم، يطبخ كل أنواع الطبخ من غير زيوت،
بطاط، دياي، لحم، سمبوسة، كل شيء من غير ما يحترق. ينن ينن للي حافظون على صحتهم وما يبون يأكلون دهون ويحافظون على سعراتهم الحرارية. هذا الجهاز فيه أكثر من نوع، تقدرون تختارون اللي تبون. أقول لكم الأشياء اللي والله مهمة ونحتاجها الحين ضرورية. الأكل السريع اللي هو التوست، شوفوا كم سعرها، مسوين عليها خصم 59%. توستر، أكلات سريعة، ريوق، قاعدين في البيت طبعا الحين، احنا كله يواعة. والله العظيم أنا من قبل ما أدري إن عندي إعلان نون خذيت هذه اللي جهاز، بس إنه شنو تقدرين تغيرين الروس هذيلا كلهم الأشكال اللي أنتي تبينها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.